الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء، أيها الحفل الكريم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. نحييكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة، حيث نشهد في هذا المساء إقامة 15 شوطا، وهذا هو ثانيها في الترتيب، بينما هذا هو الشوط الأول الرئيسي للجداع القعدان. هذا هو الشوط الرئيسي بمشاركة 22 مشارك، نتمنى لهم جميعا التوفيق والنجاح والسداد. يشارك في هذا الشوط الريان، مرحب، هداد، مهاجر، شاهين، كحيلان، العود، صيفيان، شداد، متعب، لفان، بارود، ودرب، والعديم، وضيف، ومطفوق، ومناور، ومسير، والحاكم، ووسيم. هذه الأسماء المشاركة وهذه التشكيلة الحاضرة في هذا الشوط، هذه التشكيلة الحاضرة. الكل يبحث بطبيعة الحال عن اختطاف هذا الشوط الأول الرئيسي، خيرة واقوى أشواط القعدان في هذا المساء. مقدمة الشوط ومن يحتل المركز الأول شداد، تعود ملكية شداد لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد آل ثاني. شد الرحال شداد إلى مقدمة الشوط وانفرد في أول نداء وأول إذاعة لهذا الشوط. هذا هو شداد تشاهدونه على الكادر، ومعطينا فل كادر، فل كادر اللي شاهده من اليمين ومن اليسار ومن كل صوب، يتمتع بهذه المزايا الذي يتمتع بها المركز الأول أو الفيرست كلاس مثل ما يقولون، الدرجة الأولى. هذه المركز الثاني مشاهدين الأعزاء، مرحب، ينطلق من هجن الشحانية مع المضمر حمد بن علي بن حلفان، يتابع في التضمير. والمركز الثالث يتسلل ويتقدم مطفوق من هجن الشحانية بقيادة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، من قدم سيلية في شوطنا الرئيسي للبكار الماضي. ننتقل إلى المركز الرابع، هداد. على المركز الرابع يتواجد هداد من هجن الشحانية بقيادة المبدع حمد بن علي بن حلفان، بينما المركز الخامس يتقدم ويصل فيه في هذه اللحظات بهذا بشكله الجميل، ضيف، ضيف النداء وضيف الميدان، يصل على المركز الخامس من أجل الشحانية بقيادة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وهناك أسامي لم يحن موعد دخولها إلى دائرة النداء والإذاعة، أراها بالعين المجردة تقترب وتتقدم وتزاحم القعدان في هذا الشوط. نعود إلى شداد، نعود إلى شداد المتصدر والمنطلق، ونحن نقترب أعزائي المتابعين من منتصف مسافة الشوط. 4 كيلومترات هي المسافة الرئيسية، المسافة المقررة من قبل اللجنة المنظمة لسباقات الهجن، وها هو شداد يقترب من لوحة وستارت الكيل، وين مترين الأخيرين. يا سلام يا شداد، يا سلام لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد آل ثاني، انطلاق موفق وقوي في هذا الشوط. هذا هو شداد، ولكن دير بالك يا شداد، أرى مطفوق، أرى مطفوق القادم على المركز الثاني، مطفوق 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 من هجن الشحانية بقيادة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، وينافسه جنبا إلى جنب. مرحب، مرحب على المركز الثاني أيضا من هجن الشحانية بقيادة المبدع حمد بن علي بن حلفان. المركز الرابع هو وصول، أرى القادم على المركز الرابع، هذا هو درب، هذا هو درب من هجن الشحانية بقيادة الذهبي سالم بن فاران المري، بينما المركز الخامس أيضا ضيف على النداء العود، يصل على المركز الخامس من هجن الشحانية بقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية. شاغب يا المشاغب في هذا الشوط، شوط رئيسي، شوط حساس، شوط يترقبه المضمرين، الجمهور، الملاك، الكل سيسجل وسيحفظ في الذاكرة بطل هذا الشوط، لا شك في ذلك. وسنرى في قادم المنافسات الذهبية، لا شك في ذلك. نعود إلى شداد، شداد، شداد ما زال على مقدمة الشوط وفي المركز الأول. مرحب، يقترب من شداد، ولكن أيضا يصل في هذه اللحظات درب ودرب لدرب، عطوه درب، أفسحوا المجال لدرب، أفسحوا له الطريق والمجال. هذا هو درب يتسلل ليختطف المركز الأول مع لوحة 1200 متر الأخيرة. بدأ
بدأنا في الأمتار الحساسة، الأمتار الجدية، ودرب يغادر أعزائي المشاهدين، يغادر إلى لوحة الكيلو الأخير يا ذهبي، ومرحب يلاحق درب من هجن الشحانية الاثنين مع اختلاف التضمير، درب مع سالم بن فاران، مرحب مع حمد بن علي بن حلفان، ويصل في هذه اللحظات ويتقدم مطفوق من هجن الشحانية، أخذ يلاحق ويرفع راية التهديد، المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، انحسم الصراع ما بين الثلاثة. مشاهدين الأعزاء نعود إلى درب، والله يسهل دروبك يا درب، الله يسهل لك الدروب وكل المجالات. هذا هو مشاهدينا الأعزاء على مقدمة الشوط، درب من أجل الشحانية بقيادة الذهبي، شوط رئيسي، شوط حساس، وهذا هو درب يحكم السيطرة ويحكم القبضة على هذا الشوط الحساس 500 متر. ولمعلوماتكم أعزائي المشاهدين، دون أي أوامر دون أي تعليمات يقدم هذا العرض الممتاز، والشوط شوط درب، والمركز الأول مع درب، وخيرة أشواط الجذاع القعدان، سجلوه اكتبوه وأيضا صوروا فيه ودونوه، وفي وسائل الإعلام صوروه. هذا هو درب مشاهدين الأعزاء، ينتزع هذا الشوط الأول الرئيسي انتزاعا من هجن الشحانية وبقيادة الذهبي سالم بن فاران المري. أشكرك بجابر على هذه المواصيل التي وصلت إليها. درب الشاب الوسيم والمضمر القدير سالم بن فاران يتابع في التضمير بجابر. هذا هو درب، تهانينا لعشاق هذا الشعار ولمحبينه ولمؤيدينه اللحظات الأخيرة، وبدون أي تعليمات يصل إلى خط النهاية. سلام يا درب، سلام على هذا التقدم وعلى هذا العرض الجميل. المركز الثاني مرحب من هجن الشحانية بقيادة حمد بن علي بن حلفان، المركز الثالث الحاكم من هجن الشحانية بقيادة جابر بن سالم بن فاران المركز الثالث أو المركز الرابع، مطفوق من هجن الشحانية بقيادة سلطان الوهيبي المركز الخامس، وصل مناور من هجن الشحانية أيضا بقيادة سلطان بن محمد الوهيبي. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء، ودرب هو بطل هذا الشوط، أتى في مع 1200 متر الأخيرة ليتصدر هذا الشوط وليحكم القبضة على ناموس الشوط وعلى المركز الأول. هذا هو ملخص الشوط. نشاهد هذه الأسماء التي شاهدناها، كانت البداية مع شداد مثل ما تشوفون، كما تشاهدون شداد عندما كان متصدرا لمعظم أمتار هذا الشوط ومسافة هذا الشوط، أتى مطفوق وأيضا درب ليختطف الشوط الأول الرئيسي. إذن التوقيت الزمني لدرب الفائز معنا بهذا الشوط الأول الرئيسي في هذا المساء وفي هذا السباق المحلي الثاني، 6 دقائق 25 ثانية التوقيت الزمني، 94 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية وتهاني للذهبي سالم بن فاران المري. المركز الثاني مرحب، 6 دقائق 27 ثانية 82 جزء من الثانية. تهانينا وناموس لهجن الشحانية وتهاني للمبدع حمد بن علي بن حلفان. المركز الثالث كان مع الحاكم، توقيته 6 دقائق 27 ثانية 94 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية على فوز الحاكم بالمركز الثالث، والتهاني لجابر بن سالم بن جابر بن فاران. تهانينا.